هذا سائل يقول: ما الفرق بين الأشاعرة وأهل السنة؟ الفرق واضح، الفرق واضح جدا. أهل السنة والجماعة يثبتون لله الأسماء والصفات، والأشاعرة ينفون كثيرا من الصفات، يثبتون بعضها وهي سبع صفات وينفون الباقي، مخالفين لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في إثبات الأسماء والصفات لله عز وجل. نعم. ثم أيضا في مسألة الإيمان، أهل السنة والجماعة يقولون: الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. الأشاعرة يقولون: لا، الإيمان هو التصديق بالقلب فقط، ولا يشمل الأعمال ولا الأقوال، وإنما هو تصديق بالقلب فقط. هذا غلط وضلال.